نقول لكمش اليوم موضوع تاعنا، لانه الضيف تاعنا اليوم الفنان الكبير اللي حضر معنا البجي البحري. Sigaretta papà, caramella bombino vina chi signoretta. Wich wicha mamma, sigaretta papà, caramella bombino vina chi signoretta. شفت عيني طفلة صغيرة في أسترالي قالت لي وش كنت أخذنا زهير ومفالي شفت عيني طفلة صغيرة في بحر مواجي قالت لي وش كنت أخذنا شيخي الباجي ويجوي جماما سيجاريتا بابا كراميلا بومبينو بناكي سينيوريتا ويجوي جماما سيجاريتا بابا كراميلا بومبينو بناكي سينيوريتا شفت عيني طفلة صغيرة في النور في جيان قالت لي وش كنت لمحري وليت سانتو جان وجويت يا ماما سيجاريتا بابا كراميلا بومبينو بناكي سنيوريتا وجويت يا ماما سيجاريتا بابا كراميلا بومبينو بناكي سنيوريتا شفت عيني طفلة صغيرة في بر المكسيك قالت لي وش كون تقلا وليد مدام لفريك وجويت يا ماما سيجاريتا بابا كراميلا بومبينو بناكي سنيوريتا وجويت يا ماما سيجاريتا بابا كراميلا بومبينو بناكي سنيوريتا. باجي مرحبا بك خويا العزيز. بادي مرحبا بك خويا العزيز. بجر في دارك الله يسترك يا خويا بارك. انا في الدويره خويا العزيز. هذاك صحه حسن هذاك بصحه كاع مام الله يبارك الميجان تاعنا اللي راهم انا قايمين من الواجب بيان سور شباب شبيبه وجامعه بوزريعه. الله يسترك ما نساوش لي كاميرا مان ثاني كل التكنيسيان اللي راهم هنايا. اه بيان سور كما شاهدوا احنا ما كفنا خويا بارك الله فيك. نروحوا نشوفوا صبر الاراء باش نعرفوا الموضوع نهضروا عليه خويا العزيز. خروج من ظلمات الجهل. اللي ماشي متعلمين ولا ما من صغار ويروحوا يقراوا مدارس سبيسيال باش يدخلوا كيما نقولوا اللي يكونوا كبار وكذا يقراوا حتى يكون صغير امي يدخل يقرا قروهم باش نمحيوا الاميه هذه يعني نقضيوا على الجهل. فريزوم هكا امي ما قراش كاين الظروف اللي ما تخليش هكا يقرا كيما كيش يفهم كشاعف يفهمها انسان ما قراش يروح يقرا ثقافه يعني متقدمة شوية. إنسان مش مثقف ويكون عنده بزاف مشاكل وما يدخلش باش هو يكون بيقرا ولا ويكون إنسان كبير ولا. الناس اللي خاصة قال واحد التعليم ما قراوش بكري ولا هذيك هي محول الأمية. والمش قالي مليح. كاين شخص إذا ما يعرفش ما يعرفش يقرا وما الآخر يتعلم. استئصال الأمية في المجتمع. حيو الأمية. مربوط بالعلم والدراسة. اللي ما قراوش كامل يقدروا يقراوا دور كمال كري كبار ولا صغار يقدروا يقراوا. قضاء على الجهل هكذا حاجة كيما هذي. محاربة الجهل. ناس بكري ما قراوش. ما فهمهمش كانوا في الديار برك وقت الثورة. ما يعرفوش القراية هذه يدير لهم هذه تاع محمل الأمية يتعلموا يعني نرفعوا غطاء
الظلم نقوله على بعض من فئات من الشعب اللي ما قدروش يعني ما وصلوش للعلم ما عرفوش يقراو وما كانت لهمش فرصة باش يقراو باش يتعلموا. diminution de nombre de des analphabètes limiter الأمية بيروح يقرا باش يتعلم. خويا البدجي كما شفت الموضوع تاعنا هو محو الأمية، والمحو الأمية يعني الإنسان يتعلم القراءة والكتابة. الناس الأميين صح هذا نعطيك على روحي هنا يعني. نعم تفضل. لو كان فنان والله غالب أمي مع البالون ما نعرفش لعب البالون، أمي في البالون هذه وحدة وثاني واش يقول لك؟ يقول لك ناس بكري يعطيوا لي فاهم له لقرة احنا نبدلوها. قال لك هذه الهلا قرا ما شكيتش علاش والله غير يقول لك وزيد قرا. لا لا من الناس ما قراتش وراي سما المثل المثل قول له طيب فاهم يزيد يقرا هذه حاجه مليحه. لا هلا قرا سما الامي يزيدوا لها ماشي هكذاك ماشي نزيدوا لها. كاين ناس اللي قرات وما كاش كاين ناس ما قراتش والله يبارك يا ما قراتش ولكن تربيتها واخلاقها اخلاقها انها تبان قاريه. نروحوا بسرعه الى الابراج مع دلال. مرحبا بك خويا الحينجي والبينجي وضيفو خونا العزيز البحري البادي. نبداو بالأبراج، نبداو برج الأول برج الحمل. الصمت ذهب مسجر والكلام يفسد المسالة، إذا شفت لا تخبر وإذا سالوك قول لا لا. الثور اللفت ولا شحمة ينباع بالسوم الغالي، ما بقيت في القلوب رحمة شوف الحالي يا العالي. الجوزاء يلي تعيط عند الباب عيط وكون فاهم، ما يفسد ما بين الحباب غير النميمة والسسو والدراهم. السرطان الفاعل الخير هنيه بالفرح والشكر ديما، والفاعل الشر خليه فعله يرجع له عزيمة. والأغنية مع الشيخ من الشيوخ الكبار الشيخ إبراهيم مع الأغنية محو الأمية. قسمتوا لي يا ذو الحضار والعيد شمدوا الاخبار، راهم يقروا في الكبار وقالوا نحو الأمية. قالوا لي ولدك خسر ضعك واصبح خاسر، رافد خدمي فيه شبر وكي ندخل يخزر فيا وخزر ردها للليسي يربح ويجيبوا ليسي خير ما يخون ويباصي ويخدم خدمة دونية. قالوا لي جيب أبويك يقرأ في رحبة ولدك، من غد فين يجيب أمك نعلمهم العربية. وما وبوي كبار عارزيني أنا في الدار، مرتي قعد وجهها يحمار وقالت لي ديهم عليا وتديتهم اللي يكون وضحيت معاهم مغبون، وما دارت القردون ويدير شاشية. ربع شهور حفظوا لاليف راهم يقروا كيف كيف، يقروا في المشتى والصيف وفي دين نحو العمية. وبوي عنده 90 وما بيت 80، قالوا نقروا ربع سنين نروحوا للثانوية. عنده 90 وما بيت 80، قالوا نقروا ربع سنين نروحوا للثانوية. وبوي يمشي محني قال لي شرطة بغبني البداه وقودني وامك هربت عليا. هذا الراي اللي داروه اللي حفروه يا مصر دموه، قاعد الشباب في السوق فهمنا حتى حياء، والناس اللي ما ربحوش قر
ما يهربوش راهم راحوا ما يولوا سقراسين عند الجهلية راحوا وكلهم البحر خبرني مع من تهدر شيبني ذي الوقت المر وراح الصدق معني وهذا الوقت اللي أنا فيه وصل الله حكاوي عليه تحية ما سقت فيه عليكم. مرحبا بك شيخ تفضل ومساء الخير عليكم ومرحبا بنا عندكم الله خزينه راهي قدامي الله يسلمك ومتشرفين بيك وحنايا خلقنا ربي كل واحد عنده ميهوبه انت يا تعرف تصنع حاجه انا ما نعرفهاش ذاك يعرف تصنع حاجه انا ما نعرفهاش حنا خلقنا ربي شعارك والشعر هذا يتوفروا فيه اربعه تاع الصوالح الاولى يكون عنده النيف والزوجه يكون يصلي والثالثة يكون كريم والرابعة يكون يبغي بلاده يكون عنده نيف على بلاده هذه تفيق حار عليك ونقولوا واحد الكلام اللي من يسمع الجمهور واللي يبغي بلاده المحو الأمية تاك سمعنا قصيدة تاعك كتبتها ولا كيفاش درت يعني أنا عمي ما نقراش ما نكتبش اسمية وما نفكش حتى البلايك